ويسددك. عندي سؤال عن المجسمات اللي تكون للأطفال في البيوت على شكل حصان أو جمل أو دمى صغيرة على شكل يعني مجسمات يعني حيوانات أو بشر. شكرا. ما الحكم يعني في استخدامها في البيوت؟ شكرا. لا يجوز هذا، هذه تماثيل، ولا يجوز تربون أولادكم على الصور والتماثيل. هناك ألعاب غير صور، هناك ألعاب كثيرة غير صور، مثل سيارات، مثل أسلحة، مثل شيء يعني شكليات، وعلى غير صور حيوانات ذوات أرواح. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.